الفول السوداني هو أحد الأشياء التي نأكلها يوميا، وذلك لمذاقه الرائع واللذيذ. ولربما لم تكن يوما تعرف كيف يتم حصاده، إذ أن هذه الآلة التي ترونها أمامكم تقوم بخلعه من الجذور كما تشاهدون، وتقوم بقلبه لتقوم آلة أخرى بعد ذلك بجمعه. لنتابع معا طريقة عمل هذه الآلة المميزة. هذه العربة الرائعة بها مسننات بالأمام تقوم بجمع هذا العشب بعد عملية نتفه من الأرض، وذلك حتى يتم تخزينه للحيوانات التي بالمزارع. تابعوا معنا. لنتابع معا هذه الآلة الرائعة التي يتم استخدامها لحصاد هذا الكم الهائل من القمح. يمكنكم أن تتابعوا كيف تسير داخل المحصول وتقوم بعملية الحصاد بشكل رائع، بينما يتبعها هذه الآلة المرافقة التي تقوم بإنزال القمح بداخلها بهذا الشكل. لنتابع معا طريقة عمل هذه الآلة وكيف تقوم بعملية الحصاد الرائعة. يبدو أن هذه الآلة العملاقة مخصصة للف هذا الكم الهائل من العشب بهذا الشكل ليحفظ لأكبر وقت ممكن، وذلك حتى يتم استخدامه فيما بعد للمزارع وطعام الحيوانات العاشبة. لنتابع هنا عملية الحصاد الرائعة، ومن هذه الزاوية يمكنكم أن تشاهدوا كيف تقوم الآلة بالحصاد مباشرة وتعبئة هذه العربات بهذا الشكل. ألا يبدو الأمر رائعا؟ تقليب التربة أمر صعب للغاية، فما بالك بأرض شاسعة وتحتاج إلى الكثير من الوقت والعمل. لذا تم ابتكار هذه الآلة الزراعية المميزة التي تقوم بتقليب التربة بالدخول بالأرض وإخلال مساحة كبيرة بداخلها كما تشاهدون، وذلك حتى تقوم بعملها بأسرع وقت ممكن. يمكنكم أن تتابعوا كيف تقوم بعملها. إنه لمن الرائع جدا مشاهدة عملية حصاد الجزر. يمكنكم أن تشاهدوا هذه الآلة وكيف تمر على هذه الحبات من الجزر وتقوم بخلعها من الأرض، وليس هذا فقط، بل تقوم بصفها حتى تقوم بإنزالها بصناديق خاصة، وذلك حتى تتحول لمنتج تجاري. لنتابع.
هنا يتم جمع هذا الكم الهائل من العشب الجاف وذلك حتى يتم إدخاله إلى هذه الآلة، وهي عبارة عن مكابس صغيرة تقوم بتحويل هذا العشب الجاف إلى كريات صغيرة لربما يتم إطعامها للأرانب والحيوانات الداجنة. يمكنكم أن تشاهدوا قوة هذه الآلة وكيف تعمل. هذه العربات مخصصة لجمع العشب من الأرض كما تشاهدون أمامكم، إذ تمر هذه الآلات على هذه الكومات من العشب وتقوم بجمعها بواسطة الرأس الموجودة بالأسفل. يمكننا من هذه الزاوية أن نرى جيدا كيف يتم جمع العشب بهذا الشكل المميز. توجد الكثير من الحجارة الكبيرة والصغيرة داخل التربة، لكن تم حل هذه المشكلة بواسطة هذه الآلة الإبداعية. يمكنكم أن تتابعوا كيف تقوم بجمع الصخور بهذا الشكل الإبداعي. ما رأيكم هنا بهذه الآلات المميزة والرائعة لعمليات الحصاد؟ تابعوا معنا. إذا كان الفيديو قد أعجبكم فلا تبخلوا باللايك والاشتراك ليصلكم كل جديد. نتمنى لكم مشاهدة طيبة. دائما ما نشاهد الأشجار المثمرة ونقول كيف يمكن إنزال هذه الثمرات، لكن مع هذه الأداة أو هذه الآلة العملاقة التي تقوم بالالتفاف حول الأشجار وبعد ذلك تقوم بهزها بقوة حتى وباستخدام الجاذبية يتم إنزال كافة الثمرات عنها بهذا الشكل الإبداعي. لنتابع. تساعد هذه الرافعة العمال على وضع الأشياء التي يريدون نقلها وتعبئتها بهذه العربة. يتم إدخال هذه الآلة على الأراضي المعشبة وذلك حتى تقوم بإزالة العشب من الجذور بالكامل، وبالتالي تصبح الأرض جاهزة للزراعة مرة أخرى. تابعوا كيف تقوم بعملها وكيف يتم الأمر.